يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دولار يا صديقي، دولار عمل عمايل جامده جدا. احنا كنا شايفين ان في فليبرين جداد، حاجات جديده، بس تخيل يا صديقي لما اللاين كله يبقى جديد في جديد. بمعنى ايه؟ بمعنى بسيط، هو ما غيرش حاجه في الرسم يا صديقي، لا هو كل اللي عمله ايه؟ ان هو غير في المنظومه نفسها. حصل ان اللاين بقى 7 لاينات في بعض. هتقول لي ازاي 7 لاينات؟ هقول لك سهله يا صديقي وتعرف تشوفها بعينك حتى. يعني يا صديقي تقسمه، يعني بقى عندنا دولار فريز ودولار فروت للفاكهه بس يعني، ودولار كريم للكريمات والحاجات الدسمه اللي الناس بتحبها، ودولار شيشه، وانتظروا من دولار شيشه ده يحصل منه بلاوي متلتله، ودولار بيكري، بيكري كده يعني المخبوسات يعني الفران يعني ايه وسع جاي، ودولار التوباكو بتاع الرجاله، ودولار سولت. فانت كده عندك كل الاختيارات يا صديق. واخيرا وليس اخيرا يا صديقي الدولار الاليتس. الاليت ده بقى ليه حكايات جامده جدا وحلوه قوي. وما تنساش بقى صديقي تسحب الكيو ار كود ده اللي موجود ده، عشان ده فيه بلاوي بتلاقيه على اي ازازه دولار، هيوديك لعالم من الخيال والخيال مع دولار الجميل. دولار الغالي بيرخص لك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي.